قد تكون اللوامة أحيانا خيرا لصاحبها، يلوم نفسه، لكن إذا أدت به إلى خير صارت النفس مطمئنة، النفس تطمئن بطاعة الله، تطمئن بالخيرات. تذكر يا عبد الله، شوف الآن لما تحاسب نفسك كن دقيقا مع نفسك وأنت تحاسب. مثل الشريك ما يخلي فلس ولا درهم ولا دينار، كن مع نفسك هكذا. تسمعون الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سألك بالله أنت تحفظ الحديث، أليس كذلك؟ كم مرة ذكرت هذا الذكر اليوم؟ أرأيت كم نحن مقصرون؟ أرأيت كيف نتساهل؟ أرأيت كيف ضاعت أيامنا وأعمارنا؟ حاسب نفسك يا عبد الله. الرب يوم القيامة يقول لخلقه: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم عشتم في الدنيا؟ قالوا لبثنا يوما، يوم واحد أو بعض يوم، أقل من يوم يا رب. فاسأل العادين، اسأل يا رب من حسبوا وعدوا، يرد الله عليهم. قال إن لبثتم إلا قليلا، نعم ما عشتم في الدنيا إلا القليل. لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تظن أن الله خلقنا عبث، ما في رجوع، ما في حساب يوم القيامة؟ لا، سوف نسأل عن كل شيء، كل صغير وكبير، كل نقير وقطمير. حسن البصري رحمه الله رأى رجل يحتضر، فرجع إلى البيت، فدخل في غرفته، أخذ يدعو ربه ويبكي، فوضعوا العشاء. يا أبا سعيد العشاء، قال تعشوا تعشوا. يا أبا سعيد العشاء، ما خرج. جاءوا إليه: يا أبا سعيد العشاء وضعناه. قال كلوا عشاءكم. قالوا ما لك؟ قال رأيت منظرا والله لا أزال أعمل له حتى ألقاه. ماذا رأى؟ رأى إنسان يموت، ونحن نرى ونسمع ونشاهد بأم أعيننا أناس، ونسمع ونقرأ في الأخبار من مات لا يصلي، من مات وهو يتعاطى، من مات يشرب خمرا، من مات من مات من مات، وآخر مات ساجدا، وآخر مات راكعا، وآخر مات صائما مصليا في الحج ملبيا، ولا نعتبر بعد هذا كله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني الله يقول، ترى الله عز وجل خبير بكل شيء تعمله، لا تظن الأمر يمضي هكذا والأمر عبث، لا، كل شيء مسجل، كل أقدامك مسجلة، كل حركاتك مسجلة. سنكتب ما قدموا وآثارهم، أي أقدامك ومشيك وحركاتك وسكناتك كلها مكتوبة، كلها قد أحصاها الله عز وجل. حاسب نفسك يا عبد الله. أحصاه الله ونسوه. أي المصيبة، تعرف ما المصيبة؟ المصيبة أننا أحيانا نعمل أعمال وننسى، ننسى أننا اغتبنا، ننسى عقوقنا، ننسى قطيعتنا، ننسى نومنا عن الصلاة، ننسى هجرنا للقرآن، ننسى تلك الألفاظ وهذه الأفعال، أحيانا ننسى، هذه المصيبة. لكن الله جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ضع مالك في الميزان من اليوم، ابدأ، لا تنام ليلة إلا وأنت متجهز.